نعرف أنه لبنان دايما بيكون ملتقى ومركز ووجهة لكل يلي حابين أنهم يقصدوا مدارس وجامعات بالتحديد، لأنه بنعرف قديش المستوى العلمي عنا عم بيكون كتير عالي اليوم، أكثر وأكثر عم بيكون في شغل على هالمواضيع على الأرض بكافة المعاهد الجامعات والمدارس بالتحديد. اليوم رح نحكي مع ضيوفنا كمان عن تعاون عم بيصير بين الجامعة يلي هي الموبز يلي هي هلأ رح نعطي الاختصار لها وجامعة ستانفورد بأكيد شيء معين رح نحكي عنه بشكل مفصل. بدي رحب بديانا مداح استاذة جامعية ومنسقة البرامج بمركز الأبحاث، ودكتور نائل علامي نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والابتكار مودرن يونيفرسيتي اوف فور بزنس اند ساينس يلي هي الاختصار دائما بنقولها بس على شكل كثير سريع. ليش يعني انتم جامعاتكم بشو بتختص اكثر؟ صار لكم سنين موجودين وعم تكبروا، حتى نشوف ليش اليوم عم نتوجه الى ستانفورد تيصير في هالتعاون. صحيح، صباح الخير اول شيء. فاذا المودرن يونيفرسيتي فور بزنس اند ساينس ام يو بي اس جامعه تعتبر من الجامعات الناشئه، ولكن بشكل مستمر عم تجرب تميز حالها ببرامج عصريه تكون بشكل مستمر عم تواكب التطور العلمي الثقافي والتكنولوجي اللي عم بيصير، لانه قطاع التعليم العالي بحاجه مستمره للتاقلم مع هذه التطورات لحتى ننقل الادفانتجز او الفوائد اللي عم بتصير لشبابنا اللي هني عم يتخرجوا على قطاع العمل. بضمن هيدا الافورت او الجهد المستمر اللي بلش مع مكتب العلاقات الدوليه بالجامعه لحد ما تصدرت جامعتنا لائحه الجامعات الخاصه بلبنان بعدد البروجرامات المشاريع المشتركه مع الاتحاد الاوروبي ضمن الايرازموس بلس، اللي هي بتسمح لطلابنا من كافة الاختصاصات، ونحن عندنا كليات مختلفة من إدارة الأعمال الكمبيوتر والجرافيك ديزاين الهيلث ساينسز أو كلية الصحة للإدوكيشن أند سوشيال ورك، سمحت لهم بأنهم هن يزوروا الجامعات الأوروبية بشتى البلدان الأوروبية بالإضافة لأساتذتنا أكيد لحتى يعلموا صفوف ويساهموا بالتعليم بأوروبا، وسمحت كمان للطلاب الأوروبيين والأساتذة الأوروبيين أنه يجوا يزوروا الجامعة لحتى هن يكونوا عم ياخذوا فكرة أفضل وأقرب عن مستوى التعليم الجامعي بلبنان ويستفيدوا من وجودهم بيناتنا. المشروع اللي عم نحكي عنه اليوم بالتحديد هو مشروع مميز بلش بال 2015 ضمن جهود مكتب الأبحاث بالجامعة، بلش بشكل تعاون مشترك بحثي وتربوي مع جامعة ستانفورد لمحاولة إيجاد تكنولوجيا بتسمح للطلاب بأنهم يشتغلوا بشكل مشترك مع بعض لحتى نحن نكون عم نقدم لهم أفضل المستويات الأكاديمية. عم تتكلل هيدي الجهود اليوم بصفوف مشتركة مع كلية الطب بجامعة ستانفورد، عم تسمح هيدا الصف الأول رح يبلش بأكتوبر 17 الشهر، عم تسمح لطلاب كلية الطب السنة الأولى والسنة الثانية اللي بستانفورد أنهم يدرسوا مع طلاب الببليك هيلث بي أم يو بي أس، وهيدا برنامج نحن بنفتخر فيه أكيد. نعرف مستوى الأكاديمي المتقدم لستانفورد وخريجي ستانفورد اللي بيتبوأوا أعلى المراكز بالعالم واللي هي جامعة من أعرق الجامعات الأمريكية، بتخلي هيدا البرنامج والصفوف المشتركة بتسمح لطلابنا أنهم ما يكونوا بس عم يدرسوا أونلاين صفوف، بالعكس هيدا الصف بيتميز عن صفوف الاونلاين كورسز لانه بيكون موجودين طلاب ام يو بي اس مع طلاب ستانفورد بصفوف مشتركه لايف مباشره، بتسمح لهم انهم يحضروا المحاضرات مع زملائهم بستانفورد، على راس المحاضرين بستانفورد بروفيسور ميشيل باري واللي هي السينيور اسوشيت دين للميديكال سكول بستانفورد وهي مستشاره الكونغرس الامريكي لشؤون الجلوبال هيلث. على الجانب اللبناني راح يكون في محاضرين منهم انا ومدام ديانا وجست سبيكرز راح يقدموا بمجال اختصاصاتهم ضمن الهيومانيتيريان ريليف والجلوبال هيلث، خاصه بالازمات اللي عم نعيشها حاليا مثل ما بتعرفي ازمه اللجوء السوري وتبعاته على المجتمع، لمحاوله ايجاد حلول علميه لهيدي المشاكل اللي عم نعنيها. بيكونوا طلابنا عم بيساهموا بشكل فعال بايجاد هيدي الحلول من خلال تواصلهم الشبه اليومي مع زملائهم بستانفورد لحتى يشتغلوا على مشاريع، هيدي المشاريع بيقدموا نتائجها باخر الفصل، وبيكون في لجان تحكيم من كاليفورنيا من سيليكون فالي ومن لبنان
لحتى يكون في مشروع أفضل بيناتها، بتخول أو بتأهل اثنين من الطلاب اللبنانيين بهيدا الصف أنه يسافروا على الميديكال سكول بستانفورد، يزوروا الجوجل كامبس والفيسبوك أديوكيشن كامبس اللي نحن عم نشتغل معهم لتطوير وسائل تواصل جديدة وحديثة بتسمح لنا بأنه نتواصل مع الكامبسز اللي بأمريكا. حلو كتير. واحد يعني بيشوف قديش يعني عم نعطي مجهود للتعليم بلبنان، قديش عدد التلاميذ، شو الهدف يعني بالتحديد، كيف رح بيصير الشغل على الارض، عم تحتعطوا هالمحاضرات، اعطينا تفاصيل اكثر. بس عنه اولا اهداف هذا البروجرام تقسم الى جزئين، الجزء الاول اللي هو كسر الستيريوتايبنج بين المجتمعات الشرقيه والمجتمعات الغربيه. اكيد كلنا بنعرف المجتمع الشرقي بياخذ فكره عن المجتمع الغربي انه بيبعث لنا الشوائب تبعه او الاشياء السطحيه، ونحن بالتالي كمان كمجتمع شرقي على طول عنا نظرة انه المجتمع الغربي ما او المجتمع الشرقي على طول هو عم يشتغل باشياء سطحية دونية وما في عنا رقي وابداع. فنحن ما نطلع من هيدي القوقعة اللي نحن فيها ونفتح مجال ان كان لشبابنا او كان لشباب الموجودين بستانفورد انه ياخذوا نظرة مختلفة من خلال هيدا البلاتفورم التواصل اللي رح يصير بيناتهم. اما جهة تانية او الجزء التاني اللي هو انه ستانفورد هي رائدة بالمجال الاكاديمي، رح نستفيد من خبرتها الاكاديمية بالاضافة للخبرات العملية التطبيقية الموجودة عند الشباب اللي رح يكونوا بارت من هيدا البروجرام، لنقدر نوصل لمشاريع او مقترحات الى اهداف معينة تتماشى مع أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ SDGs لنقدر نلاقي حلول للأزمة السورية اللي عم تنعكس يمكن سلبا على اللاجئين بشكل عام وعلى البلد المستضيف كهوست كوميونيتيز. هلأ قد في تلاميذ؟ بالنسبة لعدد التلاميذ حيكون بالمادة 20 تلميذ بستانفورد مع 20 تلميذ بلبنان بالـ MUBS، حيكونوا مقسومين لجزئين MUBS students و non-MUBS students. هدفنا من هيدا الموضوع انه يكون في مشاركه مش بس من تلاميذنا، نفتح فرصه لتلاميذ برا عبالهم يكونوا بارت جزء من هيدا التغيير، عبالهم يقترحوا بس يمكن امكانياتهم الماديه ما بتسمح لهم يفوتوا على هيك بروجرامز او يكون عندهم اكسبوجر مع ستانفورد. هيدا شيء اكيد رح يزيد على السيفي تبعهم. وهون بحب شير انه الانضمام لهيدا الكورس حيصير فور فري لتلاميذ نون MUBS، وهيدا كمان لنشجعهم لنشجع العالم اللي مثل ما قلت يمكن ما عندها امكانيات ماديه معينه انها تقدر تكون بارت من هيدا التشينج، انه تكون عندها هيدا البلاتفورم رح تامن لها اياه MUBS اكيد بالتواصل، ومش لاي حدا رح تصير انه يقدر يكون عم بيكون جزء من بروجرام مع ستانفورد يونيفرستي اللي هي بنعرفها من اكبر الجامعات بالعالم. اكيد رح يقدموا، كيف رح بيصير المعايير للي مش من الجامعه؟ طبعا هلا في معايير معينه لهيدا الشيء، اكيد بده يكون عندهم كوميونتي سيرفيس، بده يكونوا باشنت يعني عندهم حب التغيير، حب العطاء، روح المواطنيه، لانه ما فينا نقول نحن ما خصنا بالازمه اللي عم بتصير، كلنا مسؤولين عن هيدا الموضوع، وكثير مهم انه اذا عندنا خبره. مشان هيك بتوجه من خلال فيوتشر تي في لخبر انه كل الشباب والصبايا اللي عندهم عن جد حابين يكونوا بارت من هيدا التشينج، حابين يعطوا شو عندهم خبرات، انه يكونوا يقدموا على هيدا البروجرام اللي هو من خلال الويب سايت www.mubs.edu.lb/stanford. بده يعبوا ابلكيشن. هلا صراحه في كومبيتيشن كثير عالي على التقديم، ما انتوا 10 بس يعني صحيح. اكيد بده يكون في كومبيتيشن على التقديم، بس اكيد نحن بناخذ بعين اكيد ما فيها واسطه، اكيد هي بيزد على العلامات تبعهم، على هن شو عندهم اكسبيرينس، وهالاساس اكيد بتم. السبب اللي في حصر لعدد الطلاب هو لحتى نحافظ على الهاي اكاديميك ستاندردز، مثل ما قلت لك في تواصل راح يكون مستمر مع الطلاب اللي بستانفورد، فهذا العدد اللي نسبيا قليل بيسمح لهم بانه يكون نحن وير اوفرسينج او عم نشرف على هيدا التعاطي بالضبط، وحتى هن يستفيدوا قدر المستطاع من النتورك او الشبكه اللي نحن عم نامن لهم اياها، من هي شبكه الاساتذه بستانفورد، بالاضافه انه راح يكون في كمان منتورز او مرشدين لهم جايدز من سيليكون فالي، هن ناس عندهم خبرتهم بمجال الخدمه الانسانيه هيومانيتيريان ريليف والجلوبال هيلث، فهيدا بيسمح لهالعدد القليل بانهم يستفيدوا قدر المستطاع من هيدي الشبكه اللي نحن عم نامن لهم اياها. وبنفس الوقت لانه في عندنا الطلاب اللي موجودين حاليا مع العشر طلاب اللي هن من خارج الام يو بي اس اللي عندهم خبرتهم، اللي عندهم عدد كبير من هيدي الطلاب هن طلاب كليات طب حاليا او
خريجي كلية الطب مع خريجي Public Health Programs بلبنان لحتى يكون في هذا التنوع بالصفوف لحتى يصير في Enrichment أو يكون تكون التجربة غنية قدر المستطاع. يعطيكم ألف عافية وأكيد يعني رح ننظر حتى نشوف النتائج لأنه بهمنا كمان تشوف شو رح يطلع نتائج من هالتعاون هيدا. أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. شكرا. رح ناخد كمان مرة بريك، خليكم معنا.